بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول. عنوان درسنا لهذا اليوم تقدير نواتج القسمة، والقسمة على عدد من رقم واحد. تقدير نواتج القسمة، فكرة الدرس أقدم ناتج القسمة باستخدام التقريب، وأخذنا سابقا وش معنى تقريب، وأيضا الأعداد المتناغمة، وأيضا أخذنا وش معنى الأعداد المتناغمة في تقدير الضرب. استعد. قل شارك 442 طالبا في المخيم الكشفي إذا قسم الطلاب إلى مجموعات في كل منها 10 طلاب وعين لكل مجموعة معلم يقودهم، كم معلما يلزم لذلك تقريبا؟ دام قال تقريبا أجل ما يبغى الجواب بالضبط، يبغى تقدير الجواب. فبالتالي أنا راح أستخدم يا إما التقريب أو التقدير أو الأعداد المتناغمة للحل. فواضح أن العملية عملية قسمة. الآن 442 راح نحولها إلى 400 فقط. ليش؟ لأنها تتناغم مع العشرة، تتناغم مع العشرة. فبقول 400 تقسيم 10 يساوي 40، يروح الصفر مع الصفر كما اتفقنا سابقا. وحقيقة القسمة 40 تقسيم 1 يساوي 40. لتقديم ناتج القسمة يمكن قلنا استعمال إما الأعداد المتناغمة لتسهيل عملية القسمة ذهنيا، أو التقدير عن طريق التقريب. الآن استعمال الأعداد المتناغمة مع المقسوم، وعرفنا وين المقسوم يكون دائما في الأول. مثال يقول قدم ناتج 156 تقسيم 3. 156 تقسيم 3. الآن يقول استخدم الأعداد المتناغمة مع مين؟ مع المقسوم. يعني ممكن أنا أستخدمها مع المقسوم أو القاسم. فبالتالي الآن مطلوبة مع المقسوم. ناظر الآن المقسوم 156، كيف أخليها متناغمة مع الثلاثة؟ أجل إذا راحت الستة تصير 15 تقسيم 3 تصير متناغمة. أجل معنى كذا أنه راح نقدرها عن طريق نحن نضع 150 بدل من ال 156، ضع 150 بدل 156 حتى تصبح ال 15 متناغمة مع الثلاثة. بعد هذا ناور ال 156 وضعنا بدالها 150 ونقسم على الثلاثة. الآن اجري العملية القسمة ذهنيا، 15 تقسيم 3 5 وينزل الصفر وتصير 50. الآن إذا 156 تقسيم 3 تساوي تقريبا الخمسين، تساوي تقريبا كم؟ الخمسين. الآن مثال آخر يقول استخدم الأعداد المتناغمة بس مع المقسوم، مع القاسم. في المرة الأولى شوف استخدمناها مع المقسوم، الآن راح نستخدم الأعداد المتناغمة بس تكون مع القاسم. هنا القاسم هو 90، أنا أبغى الآن 32 هذه، أنا عندي 3200 نترك الأصفار، أبغى ال 32 تتناغم مع التسعة، تتناغم مع التسعة. أجل معنى كذا لابد التسعة هذه نحولها، ال 32 لا تتناغم مع التسعة، ولكن إذا حولنا التسعة إلى 8 فبتصير ال 32 تقسيم 8 فيها الأربعة. في الحالة هذه أحول التسعة إلى 90 إلى 80، أحول التسعة إلى 8 ونضع الصفر صير 90، حولناها إلى 80 ونكتب المقسوم عادي. الآن يروح صفر مع الصفر، صار عندي 3200 تقسيم 80، يروح صفر مع الصفر صار 320 تقسيم 8، 32 تقسيم 8 4 وينزل الصفر تصير 40. الآن لو قدرنا هذه 3200 تقسيم 90 تساوي تقريبا 40.
الآن ممكن إحنا نستخدم الأعداد المتناغمة مع المقسوم والمقسوم والقاسم، الاثنين كلها ممكن نستخدم معها الأعداد المتناغمة. شوف المرة الأولى استخدمناها مع المقسوم ومرة مع القاسم، الآن ممكن نستخدمها مع الاثنين معا، مع المقسوم والقاسم. شوف الفترة الأولى يقول لك قرب القاسم إلى أقرب، شوف استخدمنا الآن بالتقريب، قرب القاسم إلى أقرب 10، راح نقرب القاسم إلى أقرب 10، العشرة هي هنا كم؟ 4، والثلاثة صغيرة أجل تروح ويصبح بعد بدالها نضع صفر فتصير 40، صارت كم؟ 40. الآن قربنا إحنا القاسم وحولناه إلى 40، الآن في الخطوة الثانية راح نقرب المقسوم أيضا بحيث إنه يكون يتناغم مع مين؟ مع الأربعين. طيب الآن أنا عندي 228 تتناغم مع الأربعين؟ لا. طيب نبغى الآن نخلي 228 تتناغم مع الأربعين، تتناغم مع الأربعين. ناظر الآن لو حولنا 28 هذه إلى 24 يصير 224. في الحالة هذه نحول الآن الاثنين هذه 4 بس يصير 240. 240 في الحالة هذه ممكن نقسم ذهنيا، فنحول ال 228 إلى 240 حتى تتناغم مع ال 40. في الحالة هذه نبدأ نقسم، إذا قسمنا مباشرة يروح الصفر مع الصفر لأنه موجود في المقسوم والمقسوم عليه، والآن 24 تقسيم 4 على طول مباشرة الجواب كم نقسم ذهنيا يصير الجواب 6. الجواب 6. وزع حارس حديقة الحيوانات 45 كيلو جرام من اللحم على 6 أسود بالتساوي، كم يكون نصيب كل أسد من اللحم تقريبا؟ بنفس الطريقة ممكن نستخدم أول شيء الأعداد المتناغمة بين 45، راح نقسم 45 تقسيم 6. 45 لو تلاحظ أنها لا تتناسب مع 6، معنى كذا ان نحول الستة هذه لو نبغى مع القاسم نحول الستة حتى تتناغم مع 45، اجل يصير 45 تقسيم 5. لو حولنا الستة الى 5 فبصير 45 تقسيم 5 9، او اني احول ال 48 ال 45 حتى تتناغم مع مين؟ مع الستة. يعني عندي طريقتين، يا اما احول الستة حتى تتناغم مع 45 أو حول ال 45 حتى تتناغم مع الستة. فبالحالة هذه لو حولنا ال 45 حولها إلى كم؟ ممتاز، 48 هو أقرب رقم يتقسم على الستة، فبالتالي نحول ال 48 ال 45 إلى 48 ونقسمها على الستة مباشرة الجواب 8. يقول قدم ناتج القسمة بنفس الطريقة. لو تلاحظ الآن ال 85 850 تقسيم 5، ال 85 لا تتناغم مع ال 5، نحاول نخليها تتناغم مع ال 5، لو قربناها إلى أقرب 100 هذا كبير تصير 8 كم؟ 9، تصير 900. 900 تقسيم 5 9، نقول 9 تقسيم 9 يساوي كم؟ 1 ونضع الصفرين تصير 100. 900 تقسيم 9 يساوي 100. بنفس الطريقة لو الآن 635 تقسيم 8، لو تلاحظ أن 635 لا تتناغم مع 8، ولكن إذا حولنا الثلاثة هذه 4 تصير 64، 64 تتناغم مع 8، أجل نستخدم التقريب، قرب هذا الخمسة كبيرة، أجل نضيف للثلاثة كم؟ 1، تصير 64 ونضع بدل الخمسة صفر تصير 640 تقسيم 8. لو قسمنا 640 تقسيم 8 يساوي الجواب 80 على طول، 64 تقسيم 8 8 والصفر ينزل تصير 80. بنفس الطريقة نحل
السؤال اللي بعده الآن نفس الطريقة. الآن لو تشوف 545 لا تتناغم مع الخمسين، ولكن إذا حولنا الأربعة هذه إلى خمسة بالتقريب يصير خمسة، تصير 500 تقسيم خمسة يساوي كم؟ الجواب يروح صفر مع صفر، 500 تقسيم 50 والخمسة تقسيم خمسة واحد والصفر ينزل. نفس الطريقة لو تلاحظ الآن 400 لا تتناسب مع 23، ولكن إذا حذفت الثلاثة هذه عن طريق الأعداد المتناغمة وصارت 20 نجد أن 400 تتناغم مع 20، فنقسم 400 تقسيم 20 يروح 0 مع 0، و40 تقسيم 20 يساوي 20، 40 تقسيم 2 يساوي 20. الجدول التالي يبين التبرعات التي جمعتها فصول الصف الخامس الابتدائي بهدف توزيعها بالتساوي على 6 جمعيات خيرية. ما المبلغ الذي تحصل عليه كل جمعية تقريبا؟ يعني عندنا الصف خامس ألف جمع كم؟ 327، خامس باء جمع 425، خامس جيم 550، خامس دال جمع 486. فأنا إذا لابد أول شيء أعرف الفصول كلها ألف وباء وجيم ودال كم جمعت. ممتاز، أجمع جميع المبالغ اللي جمعت في الحالة هذه، أجمع 325 زائد 425 زائد 550 زائد 500، الجواب 800. حد يقول كيف جمعناها؟ ممكن احنا نستخدم ليش الحقائق، 25 زائد 25 50، و300 زائد 400 700 صارت 750، وعندي هنا 50 صارت 800، و500 زائد 500 صارت 1000، وعندي 800 1800. الآن نقسم 1800 تقسيم 6، لأني راح يقسموه على 6 جمعيات من بينها جمعية إنسان و6 جمعيات أخرى. فبالتالي الآن راح أقسم 1800 تقسيم 6. لو تلاحظ الآن 1800 تقسيم 6 حقيقة القسمة 18 تقسيم 6 كم؟ يساوي 3، ونزل الصفرين صارت 300. الآن نشوف كيف نقدر نقسم عدد من رقم واحد عدد من رقم واحد، كيف نقسم على عدد من رقم واحد. فكرة الدرس انه راح اقسم عددا حتى اربع ارقام على عدد من رقم واحد، يعني عندي عدد مكون من اربع ارقام يعني احاد وعشرات ومئات والوف، يعني 1452 الى اخره، ممكن رقم من خانتين او ثلاث او اربع على رقم من خانة واحدة، يعني القاسم اللي يجب ان يكون من خانة واحدة فقط. في درس اليوم عندنا من المفردات اليوم اللي هو الباقي، وراح نتعرف على الباقي من خلال الأمثلة. ايش معنى القسمة؟ القسمة تعني التوزيع الى مجموعات بالتساوي. على سبيل المثال اذا اعطاني 12 تقسيم 4 راح نوزع ال 12 هذه الى اربع مجموعات متساوية، ثم نوزع ال 12 عليها بحيث ان اوزع 12 على الاربع مجموعات هذه. لاحظ الآن نوزع واحد 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 واحد، هذه أربعة وزعناها، بعدين خمسة ستة سبعة ثمانية ثم تسعة عشرة احداش اثناش. الآن وزعنا الاثناش على أربع مجموعات، وزعنا الاثناش على أربع مجموعات، كل مجموعة كم فيها؟ ممتاز، كل مجموعة فيها ثلاث نجمات، في كل مجموعة ثلاث نجمات. فهذا معنى القسمة، أي التوزيع بالتساوي. لاحظ هذه فيها ثلاثة، هذه فيها ثلاثة، هذه فيها ثلاثة، وعندي أربع مجموعات، الجواب 12. استعد، تريد شركة سياحية أن تنقل 96 سائحا على متن 8 قوارب صغيرة، كم سائحا يركب في كل قارب؟ إذا جتني القسمة، شوف عندي عددين تقسيم، عدد مكون من خانتين على مقسوم على عدد مكون من خانة واحدة، دائما في القسمة نبدأ بأكبر خانة. هنا أكبر خانة إيش؟ العشرات. راح نبدأ بالقسمة من العشرات، راح نبدأ القسمة من العشرات.
ركز مع بعض طريقة القسمة المطولة. عند القسمة المطولة راح نكتب 96 في المنطقة هذه اللي هو المقسوم، وهنا القاسم أو المقسوم عليه. دائما المقسوم يكون في هذا المكان والقاسم هنا. طيب الخطوة الأولى، إذا جيت في البداية دائما قلنا نبدأ نقسم أكبر خانة. أكبر خانة هنا كم؟ 9. نقول 9 اللي هي ليش؟ لأنها موجودة في العشرات، هذه أحاد، 6 أحاد والتسع عشرات. أجل نقول 9 تقسيم 8 أولا. 9 تقسيم 8 يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن 9 أكبر من 8. إذا كانت 9 أكبر من 8 في الحالة هذه نقدر نقسم. نقسم 9 عشرات تقسيم 8. 9 تقسيم 8 إيش معناها؟ معناها أبحث في جدول ضرب 8، في عدد أضرب 8 يعطيني 9 أو قريب من 9. 8 في 1 8 أصغر من 9، 8 في 2 16 أكبر من 9. أجل راح نأخذ ليش؟ الواحد. ودائما نبدأ القسمة من أكبر خانة في المقسوم. الآن راح نقول 9 تقسيم 8 كم فيها؟ قلنا الواحد. الآن نرجع بالضرب، نقول 1 ضرب 8. الخطوة اللي بعدها نضرب ناتج القسمة في القاسم. 1 ضرب 8، راح نقول 1 ضرب 8 كم؟ الجواب 8. نضع تحت 9. بعد ما نرجع بالضرب، الآن بعد كل عملية قسمة بعدها طرح. بعد عملية القسمة نطرح. الآن 9 راح نطرحها من 8، نطرح 9 ناقص 8. إذا طرحناها 9 ناقص 8 كم؟ 9 ناقص 8 الجواب 1. الآن احنا قسمنا 9 والباقي 1، نقول 9 تقسيم 8 فيها الواحد هذا الجواب، والباقي كم؟ هذا معنى الباقي اللي قلنا راح نتعرف عليه، إن ما قسمنا 9 كلها ولكن قسمنا منها 8 وباقي 1. الآن طيب وش أسوي؟ باقي 1، باقي ما خلصت القسمة، أروح وش باقي اللي ما قسمناه اللي هو 6، أنزل 6 هذه. الآن شوف الواحد أصغر من 8 ولا لا؟ دائما الباقي لازم يكون أصغر من المقسوم من القاسم. إذا كان الباقي أكبر من القاسم هذا جوابك هنا خطأ، لابد بعد الطرح الجواب يصير أصغر من القاسم. إذا كان أكبر من القاسم أجل جوابك خطأ، يجب إعادة القسمة من جديد وتختار رقم آخر. طيب الآن بعد ما قسمنا طلع الباقي واحد، ننزل مين؟ ننزل الخانة اللي بعدها اللي هي الستة. الستة تنزل، ننزل الستة، صار الرقم كم الآن؟ 16. أقول 16 تقسيم 8، وش العدد اللي أضربه فيه 8 يعطيني 16؟ ممتاز، 2. 16 تقسيم 8 الجواب كم؟ 2. أقول 2 نرجع بالضرب، قلنا 2 في 8 الجواب كم؟ 16. دائما بعد ما أطلع ناتج القسمة أرجع بالضرب، 2 في 8 ب 16. طيب الآن وش الخطوة اللي بعدها؟ طرح. ممتاز، أطرح الآن 16 ناقص 16، نقول 6 ناقص 6 0، و1 ناقص 1 0 الجواب. الآن الباقي كم؟ أجل 96، لو قسمناها على 8 الجواب 12 والباقي أصفر. في باقي شيء؟ الباقي كلها أصفر، الباقي كلها أصفر. نأخذ مثال آخر. أولا يمكن استعمال العملية السابقة نفسها لتقسيم عدد من 3 خانات على عدد من خانة واحدة. أجل في الحالة هذه نبدأ من المئات، صح؟ أكبر خانة، أكبر خانة هي المئات. نبدأ نقسم الآن. أول أكبر خانة كم؟ 8 اللي هي مئات. نبدأ نقول 8 تقسيم 2 كم فيها؟ ممتاز، 4. نقول 4 لو ضربنا، نرجع الآن قلنا بالضرب، نرجع بليش؟ بالضرب. الحين الجواب 4، نرجع بالضرب، 4 في 2 بكم؟ 8. بعدها وش نسوي؟ نطرح 8 ناقص 8 0. الآن وش أسوي؟ ممتاز، أنزل إيش؟ الخمسة، الخانة اللي بعدها.
انزل الخمسة واقول خمسة تقسيم اثنين كم فيها؟ ممتاز اثنين. ارجع بالضرب، اثنين ضرب اثنين كم الجواب؟ اربعة. انا وش اسوي؟ انقص خمسة ناقص اربعة الباقي واحد. الان وش اسوي؟ ستة انزلها لان باقي هي ما نزلت للتقسيم، انزل الستة كم الجواب؟ الان الرقم كم صار؟ 16. 16 تقسيم اثنين كم الجواب؟ ثمانية. ارجع بالضرب، ثمانية ضرب اثنين كم الجواب؟ 16. الان الخطوة اللي بعدها وش اسوي؟ اطرح. ستة ناقص ستة صفر، وايضا واحد ناقص واحد كم الجواب؟ صفر. لو تلاحظ خطوات مرتبة متسلسلة، ابدأ من اكبر خانة ثم ابدأ اقسم، بعد ما اقسم ارجع بالضرب، بعد ما ارجع بالضرب اطرح، ثم انزل الخانة اللي بعدها اقسم ارجع بالضرب اطرح. بالطريقة هذه اذا عرفت الخطوات هذه راح تجاوب على كل عمليات القسم بكل بساطة، بس تكون حافظ جدول الضرب. اذا كنت حافظ جدول الضرب يساعد كثيرا في ايجاد عملية القسمة بشكل اسرع. ناخذ مثال اخر. يقول اذا لم يكن القاسم من عوامل المقسوم فان الاجابة ستشمل على باقي للقسمة، يعني ما راح تنتهي القسمة، راح يكون هناك باقي. ناخذ مثال. عندي 137 تقسيم كم؟ تقسيم خمسة. راح نقول اول نبدأ بخانة المئات اللي هي الواحد. واحد تقسيم خمسة ما يجوز، ليش؟ لان الواحد اصغر من الخمسة. اروح اقرب الرقم اللي بعده، صارت كم الرقمين هذه مع بعض؟ صارت 13. راح اقسم ال 13، يعني راح اقسم المئات والعشرات مع بعض. 13 تقسيم خمسة كم فيها؟ عدد اضربه في خمسة يعطيني 13 او قريب. خمسة في اثنين بعشرة، خمسة في ثلاثة 15 كبيرة، اجل اقول فيها الاثنين. ارجع بالضرب، خمسة في اثنين بكام؟ بعشرة. الان ايش اسوي؟ اطرح، ممتاز. ثلاثة ناقص صفر ثلاثة، واحد ناقص واحد صفر. الان انزل مين؟ السبعة. الان انزل السبعة حتى تقسم. سبعة صار الآن الرقم كامل 37. 37 تقسيم خمسة، عدد أضربه في خمسة يعطيني 37 أو قريب منها. ممتاز. سبعة في خمسة بكام؟ 35. طيب ثمانية في خمسة بأربعين، الثمانية كبيرة، أجل آخذ السبعة. وسبعة ضرب خمسة بكام؟ خمسة وثلاثين. الآن نطرح، سبعة ناقص خمسة كم؟ اثنين. وثلاثة ناقص ثلاثة كم؟ صفر. طيب الآن في رقم ثاني ننزله ما قسمناه؟ لا، جميع الأرقام لو تلاحظها مقسمة، ال 13 قسمناها والسبعة قسمناها، أجل معنى كذا الجواب إذا قلنا 137 تقسيم خمسة الجواب 27 هذا الناتج. والباقي اثنين، هذه الاثنين تسمى، الاثنين هذه تسمى الباقي. الباقي. طيب لو تلاحظ ان الباقي دائما يكون اصغر من المقسوم. دائما الباقي يجب ان يكون اصغر من المقسوم، لو تلاحظ اثنين اصغر من الخمسة، الباقي دائما اصغر من المقسوم. إذا كان الباقي أكبر من المقسوم أجل عملية القسمة عندك هنا خاطئة. أجل عملية القسمة في كل مما يأتي. 68 تقسيم 2 نبدأ بمين؟ ممتاز، نبدأ بالستة. 6 تقسيم 2 كم الجواب؟ ممتاز. 3 نرجع بالضرب، 3 ضرب 2 الجواب. ممتاز. 6 الآن وش أسوي؟ أطرح.
6 ناقص 6 كم؟ 0. الآن أقسم الثمانية، 8 تقسيم 2، ممتاز، الجواب 4. الجواب 4. أربعة ضرب، هنقول ننزل الثمانية عشان نقسمها، هذه الثمانية نزلناها نقسمها، الآن ثمانية تقسيم اثنين فيها الأربعة، أربعة ضرب اثنين بكام؟ ثمانية. وش أسوي؟ أنقص صفر. ثمانية ناقص ثمانية كام؟ الجواب صفر. نأخذ مثال آخر، 625 تقسيم 4، نبدأ بمن؟ نبدأ بالستة، 6 تقسيم 4 لأن أكبر خانة اللي هي المئات، 6 تقسيم 4 كم؟ ممتاز، 1، 1 في 4 بكم؟ 1 في 4 ب4، أنا وش أسوي؟ أنقص، 6 ناقص 4 الجواب 2، أنزل مين الآن؟ الاثنين. انزل 2 صار 22، 22 تقسيم 4، وش العدد اللي اضربه في 4 يعطيني 20 او يعطيني 22 او قريب منها؟ 20 او قريب منها، ممتاز، الخمسة، 5 في 4 ب 20، لو خلنا 6، 6 في 4 ب 24 اكبر من ال 22، اجل ناخذ الخمسة بكم؟ ب 20. الآن وش أسوي؟ الخطوة اللي بعدها، ممتاز، أنقص، أقول 2 ناقص 0 الجواب 2، و2 ناقص 2 الجواب 0. الآن أنزل مين؟ أنزل الخمسة اللي باقي ما قسمناها، الخمسة أنزلها كم تصير؟ الجواب 25. الآن 25 تقسيم 4، عدد أضربه في 4 يعطيني 25 أو قريب منها، ممتاز، 6، 6 في 4 بكم؟ ب 24. راح يقول لي ليش ما اخذنا 7؟ 7 في 4 بكم؟ 28، كبيرة، لازم الجواب يصير يا اما 25 او اصغر منها، ما يصير ان ناخذ اكبر منها، فبيصير الجواب 24. ليش؟ لان 6 ضرب 4، نرجع بالضرب، 6 ضرب 4 ب 24. الان في الحالة هذه وش اسوي؟ باقي اطرح 4 ناقص 5 ناقص 4 الجواب 1، و2 ناقص 2 الجواب 0. اجل ناتج القسمة، قسمة 625 تقسيم 4 الجواب 156، والباقي كم؟ 1، والباقي 1. إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، لنا لقاء إن شاء الله في درس قادم في أمان الله.